ثلاث أسرار تجعل الأنثى تقع في حبك. إليك بعض الأسرار التي قد تدوشك لتجعل الأنثى تقع في حبك. دراسات حديثة مثيرة ظهرت مؤخراً. أولاً، قد يعتقد الكثيرون أن الوسامة لها دور كبير في ذلك، ولكن إذا كنت تعتقد هذا فأنت مخطئ. فالأنثى الجميلة تنجذب لمن أقل وسامة ليشعرها بجمالها وكذلك يكون مهتما بها، فالحب اهتمام. فالرجل الوسيم يشعر برفعة عن الأنثى فيتجاهل جمالها، وهذا يضعف مشاعر الحب. ثانيا، الأنثى تنجذب إلى الشخص الذي يمتلك صفات قريبة من صفات والدها الإيجابية، فتلقائيا نلاحظ أن الأنثى تنجذب إلى الشخص الذي يتصرف مثل أبيها، فالأب كان يعطيها دون مقابل، فتسقط هذه المشاعر على من تحب. ثالثا، هل قمت يوما بالتحديق بأنثى لمدة دقيقتين؟ جرب بنفسك وسترى النتيجة. فالتحديق في أنثى لمدة طويلة تقارب الأرواح. جرب هذه النصائح وستجد النتائج كأنها سحر. بليز اشتراك ولايك أختكم مريانا.